بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن حكماء وأعيان ومشايخ ومؤسسات المجتمع المدني بمنطقة برسس، نترحم على شهداء الوطن الذين حاربوا الإرهاب في كافة أنحاء الوطن، ومن بينهم شهداء بوابة برسس الله أكبر، التي كان لها السبق في محاربة الإرهاب. كما أننا نطالب كما سبق لنا لأكثر من مرة بالجيش والشرطة في كافة أرجاء الوطن، وإننا وفي هذه الظروف نطالب بالحرية العاجلة لابن المنطقة فرج محمد منصور قعيم. الله أكبر. نحن مع كافة شرفاء الوطن نحارب الإرهاب وندعم كافة مؤسسات المجتمع المنبثقة عن الشعب، والمجد والخلود للشهداء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. تبي ولا لا بواب الشهداء؟ تبي ولا لا بواب الشهداء؟ تبي ولا لا بواب الشهداء؟